وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم راح ندير لكم انا خبز الدار بسميد رطب. ما يعني راح ندلكوه شويه، لكن والله يجي مليح. ويعني وهذا خبز الدار تاع جدادنا وجدتنا وامهاتنا، هم يعني اللي كانوا يعجنوا، ما كانش هذاك الخبز اكسبريس والسائل. المهم عندنا هنا، انا عندي هنايا زوج كيلات وهذه ثالثه. نبداو بسم الله. وعندي هنا عندي ملعقه، ندير ملعقتين تاع خميره الخبز هكذا. وعندي كذلك ملعقه، نص ملعقه سكر هكذا تقريبا سكر. نمزج، وهذه فارينة عندي 3 ملاعق كبيرة مملوءة. بسم الله. السميد تاعنا نزيد نجيب الماء. وسما قلت لكم شو عندنا، زوج حبات بيض كذلك نضيفهم بالعجينة، وحدة نديروها ندهنوا بها الخبيزة. وعندنا كذلك السمك، لكن حنا هذه الإضافات، وعندنا فنجان تاع الزيت، لكن هذه الإضافات مازال باش نضيفهم. الآن نشمخو السمك تاعنا ونبداو نعجنو. ومن حين لآخر نضيفو له الماء. يعني عملية سهلة ومليح، ما يطلبش يعني جهد كثير. أنا الآن ندير مكان هنا باش نحط العجينة تاعي فوق الخامة. ونبدأ في العجن هكذا. نبدا هكذا ندير في الماء بشوية ونعجن هكذا. مقعدة هكذا دايما هكذا نزيد في الماء ونعجن هكذا بشوية هكذا وزيدوا الماء. نزيد انا الملح، ما درناش الملح، نحط الملح. نزيد كذلك سانوج
الان نبداو نضيفو في البيض. الزيت عندنا هنا واحد فنجان هكذاك، فنجان يكون شويه كبير هكذا، ها تقريبا راه نص. نبدا انا نخدم وانا ندير الزيت في يدي، حيت العجينه راهي تلصق شويه في اليد. نضيفو البيض بالحبه، نستعملو هكذا نقطعو. في الأول ما قطعناش العجين، لكن الآن نقطع العجين تاعنا هكذا، وهاد العملية راح تساعدك باش الخبز كذلك يجي هش وتدخلي المكونات اللي هي تاع البيض هكذا. نزيدو الثانية، الثانية هكذا خلاص. هنا دخلنا البيضة لداخل، الآن نستعملو الزيت. هذه العملية اللي تدخلي بها الزيت تاعك. شوفوا البابل كي يكون هكداك نبولات في العجينة. طبعا انا قاعدة بالكم بلي الخبز تعجن مليح. انا دوك نحط الخبز تاعي في الجفنه ونغسل يدي ونرجع لكم باش نقرصوه كيف كيف. ها لك الخبز تاعنا، شوفوا كيفاش يجي هكذا يجي. ديروا يديكم شويه زيت وقطعوا الخبيزات تاعكم. زيتكم هذا حطوها هنا جانبا تريح شويه. نزيد ندير اخرى. حبيت نقول لكم ملاحظه على السنوات، لما تدهنوهم ما تدهنوهمش بالزيت، بالزيت الخبزه تجي مقرمشه من تحتها. دهنوهم بالمانغارين ولا دهنوهم بالسمن. نجيبو هادي، انا ما خليتهاش تريح شويه بزاف، على الاقل خليها واحد 3 دقائق. انا عجلت التصوير باش نكمل.
غنبدا نقرص الخبزه تاعنا هاك. يا سلام على الخبز تاعنا، كلش حاجه تقليديه بدون اضافات، تجي هايله. ندهن الخبزة تاعي هذا، ندهنها جيدا. نحط لها سانوج، نخلي الخبز تاعنا يطيب، ولما يطيب ان شاء الله راح نرجع لكم نرهم لكم في طبق التقديم. عفوا نسيت ما قلت لكم، خلوها قبل تخمر ومن بعد طيبوها ونرجع لكم. انا وجد خبز السميد هاو كيفاش جا، والله غير جا مليح، جا خفيف هاوليك ها. ها هاك ها نقطع هذه معكم تشوفوها. بسم الله ها الخبز تاعنا كيفاش ها ما شاء الله، خبز بالسميد جا خفيف هاوليك هاو. نخليكم انا الان تشوفوا الفيديو وتعملوا لي اعجاب وتعملوا لي كذلك اشتراك وبارطاجيو القناه خواتاتي باش تكبر. نخليكم الان في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.